السلام عليكم ورحمه الله وبركاته طلاب وطالبات الصف الثالث الفندقي اليوم حلقه جديده من حلقات الاداره الفندقيه الاداره الفندقيه النهارده هنعرف حاجه مهمه جدا في الفندق الحاجه المهمه دي اللي هي بدايه دخول الايه العميل العميل اول ما بيدخل الفندق بيسال على ايه بيسال على حاجات كتير قوي مواعيد الفنادق الميعاد بتاعي فين فين الاماكن بتاعت الخدمات كلها الاماكن قريبه ولا لا يبقى احنا بنستعلم عن شويه معلومات العميل اول ما بيدخل بيستعلم عنها يعني قسم الاستعلامات قسم الاستعلامات النهارده هنعرف ايه هي المهام بتاعته وايه هي مسؤولياته وهنعرف الشغل بتاع الاستعلامات ده بنشتغل ازاي في الفندق اول حاجه من مهام قسم الاستعلامات لازم قسم الاستعلامات بيلم بجميع الخدمات التي يقدمها الفندق ايه هي الخدمات اللي يقدمها الفندق اللي بيسال عنها العميل اللي بيسال عنها العميل يعني اي خدمه بيسال عنها العميل لازم الاستعلامات يعرف عنها ايه يعرف عن ايه اللي موجود وايه اللي مش موجود بعد كده الإلمام بالأماكن السياحية، الإلمام بالأماكن السياحية في المكان اللي هو فيه يعني مثلا لو في جمهورية مصر العربية يقول له مثلا ايه هي الأماكن السياحية اللي موجودة في جمهورية مصر العربية بحيث ان هو يتنقل من مكان لأخر بحيث ان هو يسأل عن الحاجة اللي هو عايز يزورها. لو جاي مثلا اماكن سياحيه يعرف ايه هي الاماكن السياحيه لو عايز مثلا اماكن ترفيه يعرف ايه اماكن الترفيه وهكذا يبقى لازم يلم بجميع الاماكن السياحيه اللي موجود فيها الايه فيها العميل الاجابه عن جميع الاستفسارات بتاعت الضيوف اللي هي الايه إيه مثلا لو عايز مثلا خدمات ايه هي الخدمات لو عايز الاماكن السياحيه. وهكذا جميع الاستفسارات بي بيرد عنها الايه قسم الاستعلامات ده بعد كده يكون له في قسم الاستعلامات ده دليل في المكاتب بتاع السياسه والبنوك ومكاتب الايه مكاتب الطيران ليه لان جميع المكاتب ديت العميل طبعا بيبقى بيستفسر عن حاجات فيها يعني مثلا مكاتب الطيران عايز يحجز مثلا في المعاد الفلاني لازم يروح المكان لا يبقى عنده دليل تليفون عشان يسال عن مواعيد الحجز عنده مثلا عايز يحط فلوس مثلا بيبقى عنده مثلا دليل تليفون للايه للبنك بحيث ان العميل او الضيف ما ينتقلش من الفندق للمكان اللي هو عايز يسال عنه يبقى لازم القسم الاستعلامات ده يبقى عنده دليل تليفون لجميع الاماكن اللي الضيف بيستفسر عنها من عايز منها المعلومات بتاعتها بعد كده الاتصال بمكاتب الاستعلامات لمعرفه الجديد يعني ايه يعني مثلا مكتب الاستعلام في مشكله مثلا في اسئله الضيف مش عارف الاماكن دي سال الاستعلامات الاستعلامات المعلومات بتاعته محدوده هيبقى ده قصور في الفندق ليه؟ لان قسم الاستعلامات ده المفروض بيجاوب عن جميع الاستفسارات بتاعت الايه؟ بتاعت العميل يبقى لازم يجدد المعلومات بتاعته باستمرار تمام؟ بعد كده قسم الاستعلامات ده بيبقى فيه لوحه عنده معموله بايه؟ بترتيب ابجدي عليها ارقام الغرف ليه؟ عشان العميل مثلاً جات له رسالة بريدية مثلاً الاستعلامات بيستلمها ويحطها فين؟ في الطابلو بتاع قسم الاستعلامات وأول ما بيجي العميل يقول له مثلاً في رسالة جات لحضرتك الرسالة هي ويسلمها لمين؟ للعميل المفتاح مثلاً بتاع العميل بيحطه فين؟ بيحطه في قسم الاستعلامات ده ايا كان الحاجه الخاصه بالعميل بيحطها فين بيحطها للعميل زي ما احنا شايفين الصوره ديت الصوره اللي معانا في الجزء ده الجزء بتاع اللي هو اللي انا بقول عليه اللي هو اللي إيه الطابلون اللي ورا ده بيبقى في الغرف بالابجديه و بالمكان بتاع الغرفه بالظبط تمام يبقى احنا لازم الجزء ده بيبقى في قسم الاستلامات عشان العميل أي حاجة تيجي للعميل بنحطها فين في قسم الاستلامات في الجزئية دى بعد كده عندنا خزائن المكاتب الأمامية ايه هى الخزائن دى الخزائن دى عادة بتبقى حجمها صغير ليه عشان العميل لما بيبقى معاه حاجة ثمينة مثلا خاتم سمين فلوس مش عارفة يعني أيا كان الحاجة الثمينة بتاعت العميل بيحطها فين في الخزنة دي طبعا العميل اما بيجي يحط الحاجه الصغيره دي مش محتاج خزنه من اللي هي الخزنة الكبيره بيحتاج ايه خزنه صغيره بحيث ان هو بيحط الحاجه الثمينه بتاعته دي عشان ما تفقدش منه او تضيع منه فين في الفندق بعد كده العميل اما بيحط الحاجه بتاعته بيتم عمل ايصال في جميع البيانات بتاعه الضيف ليه عشان الايصال ده بي يعني العميل بي بيكتب مثلا ان انا حطيت مثلا مبلغ من المال قدره كذا الحاجه ديت انا حطيتها ايا إن كانت الحاجه اللي انا حطيتها في الخزنه ليه لا عشان ما تضيعش طبعا البيانات ديت وفي الساعة الفلانيه ومين اللي خد مني والموظف وهكذا طبعا الخزنه دي بيبقى لها مفتاحين مفتاح مع العميل ومفتاح مع الموظف بتاع الايه؟ بتاع الخزنه، ليه؟ عشان ما, يف... ما ينفعش ان انا العميل ياخد المفتاح معاه وممكن المفتاح يضيع، يبقى المفتاح اللي مع الموظف ايه؟ عشان المفتاح بتاع العميل لو ضاع يبقى الموظف معاه ايه؟ مفتاح بديل عشان يفتح بيه الايه؟ بيفتح بيه الخزنه، بعد كده اما الضيف بيجي يمشي أه عايز ياخد الايه الحاجات اللي هو حطها المقتنيات اللي هو حطها بيعمل ايه آه، بيطلب من آه، الموظف ان هو آه، عايز يستلم الحاجه بتاعته المفتاح بتاع العميل والمفتاح بتاع الموظف الاثنين لازم يبقوا موجودين لازم الموظف ولازم العميل يبقوا موجودين ليه عشان لاثبات ان الحاجه ديت اتخذت ويمضي على الايصال ان هو خد الايه خد الحاجه بتاعته اللي هو حطها في الخزنه يبقى احنا عندنا كده الخزنه ديت مكان امن بحيث ان الموظف يبقى عارف ان العميل حط حاجه في الخزنه وهو استلمها بايصال الايه الايصال اللي هو استلم بيه هيمضي عليه ان هو العميل استلم الحاجه بتاعته تمام يبقى احنا كده الخزنه بتاعتي بتاعتنا دي مهمه جدا ان يبقى فيها وصلين الوصل الاولاني ان انا بسلم الموظف الحاجه بتاعتي والحاجه الثانيه بعد بعد ما الضيف يجي يستلم الحاجه بتاعته يست... يمضي على الايه على الايصال ان هو ايه استلم الحاجه عشان مش بعد ما يستلمها يجي يقول ايه لا ده انا كنت سايب عندكم حاجه وسايب في الخزنه حاجه انا عايزها تمام يبقى الموظف والعميل يبقى كده ايه مظبوط يبقى مفيش حد يضغط على التاني. بعد كده صراف المكاتب الاماميه صراف المكاتب الاماميه ديت بيبقى تبع الحسابات ومسؤول عن حسابات الايه الضيف طبعا كل حاجه الضيف بيستهلكها وهو ضيف في الفندق بتضاف على الايه على الحساب بتاعه مين اللي بيسجل الحساب بتاعه ده صراف الايه صراف المكاتب الاماميه طبعا عند مغادره العميل بيطلب صراف المكاتب الاماميه ده ان هو ايه يدفع الفواتير بتاعته مثلا استخدم المطعم استخدم الغرفه بتاعتي استخدم مثلا خدمه غرف كلف الغرفه نزل كلف المطعم عمل حفله عمل نزل البسين بتاعي. ايا كان الخدمه اللي بتقدم له بيعمل ايه؟ بـ 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 بتضاف على الحساب بتاعه باستخدام ايه؟ باستخدام آه صراف الايه؟ المكاتب الاماميه بعد كده صراف المكاتب الاماميه بيسلم المفتاح لقسم الاستقبال عشان آه آه يوصل الضيف للغرفه بتاعته بالرقم اللي هو ايه اللي الضيف آه هيقعد فيه الغرفه بتاعته دي. طبعا عند المغادرة لازم قسم الاستقبال يشوف الغرفة بتاعة الضيف لو فيها حاجة مثلا معطلة ايا كان بيضيفها على الحساب بتاع الايه بتاع الضيف بس انا اهم حاجة ان انا وقت استقبال الضيف باخد الضيف والقسم الاستقبال ده بيديني المفتاح بتاع الضيف وبطلعه فين بطلعه الغرفة بتاعته بالمكان بتاعه وعرفه الإيه المكان وجميع الخدمات اللي هيستخدمها في الفندق في بقى عاملين بقسم الاستعلامات مين العاملين مسؤول قسم الاستعلامات اول حاجة السكرتير السكرتير ده خاص للنزيل بيلبي طلباته وقت ما يطلب ايا كان خارج او داخل الايه الفندق يعني مثلا لو العميل عايز يرسل طلب رسائل او يرسب طلبات خارج الفندق او يجيب طلبات من خارج الفندق مين مين اللي مكلف بيها الكلام ده السكرتير بتاع قسم الاستعلامات يبقى الموظف بتاع قسم الاستعلامات ده اللي هو السكرتير لازم يلبي جميع طلبات الايه طلبات العميل بعد كده بيقوم باستلام ما يخص العميل وتسليمه للايه للعميل مره اخري اللي هي الايه الخزنه او مثلا مفتاح المفتاح بتاع الغرفه ايا كان اللي هيسلمه لمين لقسم الاستعلامات بعد كده السكرتير لازم. اى سؤال العميل بيطلبه لازم السكرتير بيلبيه وبيوصله للمكان بتاعه يعنى مثلا عايز ياكل فى الغرفه بيطلب من خدمه الغرف ان هو ايه ان هو الـ الـ الاكل يطلع للضيف فى قلب الغرفه عشان الضيف عايز كده عايز حاجه من بره السكرتير بيطلب من قسم الاستعلامات ان هو يلبي جميع الايه الطلبات بتاعة الايه بتاعت العميل بعد كده معرفه اسعار التذاكر والطوابع بتاعت الايه السفر ومواعيد السفر والمطارات ده من ضمن الاستفسارات اللي العميل بيطلبها ايه مواعيد السفر فين المطارات اه مواعيد المطارات. وهكذا يبقى لازم قسم الاستعلامات ده عنده ايه عنده خلفيه لجميع استفسارات الايه؟ الضيف من ضمنها الايه اه اسعار التذاكر الطوابع الايه المواعيد بتاعه القطارات وهكذا طبعا اه النزيل اه بيطلب من قسم الاستعلامات ده اه بيطلب طلبات لازم والافضل ان الطلبات دي تلبى باسرع وقت يبقى من ضمن القسم الاستعلامات ان هو يبقى على درايه بيها ان الحاجات دي تبقى جاهزه بحيث ان العميل اما يطلب اول ما يطلب اي استفسار من الاستفسارات دي القسم الاستعلامات بيعمل ايه بيلبي الاستفسارات بايه باسرع وقت بعد كده قسم الاستعلامات او السكرتير بيحافظ على المفاتيح بتاعه الايه بتاعه العميل مفاتيح الغرفه لو مثلا العميل خرج وساب مفاتيح الغرفه المفاتيح المفتاح بتاع الخزنه وهكذا يبقى اي مفتاح خاص بالعميل او اي متطلبات خاصه بالعميل يبقى قسم الاستعلامات ده هو مطالب ان هو يحافظ عليه على, على الايه على الحاجات بتاعه الايه بتاعه العميل سعاه المداخل والحمال ايه هم السعاة دول اللي هم اول ناس بيستقبلوا الضيف يعني بيستقبلوا بقى بيشيلوا الحقائب منه بيوصلوا من باب من باب الفندق للاستعلامات بعد بعد ما بيعرف الغرفه بتاعته بيوصلوا للغرفه يبقى دول اسمهم السعاه اللي هم بيشيلوا الحقائب بتاعت العميل بيوصلوه لفين للغرفه بتاعته بعد كده تسكين الايه المستقبل باعطاء الساعي المفتاح يعني انا بعد الاستقبال بعد ما بياخد بقى جميع الاستفسارات وجميع البيانات من العميل بيعمل ايه بيديله المفتاح. بيدي للساعي المفتاح وبيوصل العميل لحد الايه الغرفه بتاعته، طبعا العميل مش هيقعد يدور على الغرفه بتاعته ومش هيشيل الايه الحقائب بتاعته من اول ما العميل بيدخل الغرفه لازم الاستقبال يبقى على اتصال مباشر بالايه بالعميل ايا كان الاستفسار لازم يلبى بشكل ايه سريع عشان العميل يجي ايه مره واثنين وثلاثه اهم حاجه عندنا ايه رضا العميل بعد كده عند المغادره لازم بعمل ايه بشوف ايه هو الحقائب بتاعه العميل وادخل على طول الغرفه بعد العميل ما بيمشي عشان اشوف لو العميل سايب حاجه ناسي حاجه في الغرفه بايه بتواصل معاه عشان ايه عشان ياخد الحاجه بتاعته ساعة تواليت ساعة تواليت ده اللي هو بيقوم بتنظيف دورات المياه والصالة والصالة بتاعت الايه الحمام وبيحط بقى الصابون والمناشف اللي هي الفوض والحاجات اللي ايه الخاصة بالايه بالتواليت اللي موجود فين في الفندق ساعي المصعد ساعي المصعد ده اللي هو خاص بحركه المصعد يعني طبعا العميل ما بيعرفش الغرفه بتاعته فين في انهي دور الساعي بتاع الحقائب بيوصل العميل لحد المصعد وبيوصله بيقول مثلا الدور الفلاني بيوصله لفين للمصعد وممكن يوصل معاه يركب معاه المصعد ويوصل لفين للدور بتاعه ويوصله للغرفه عشان كده ساعي المصعد ده مهمته الاساسيه لو ساعي الحقائب ما ما معرفش يوصل العميل وفي ضغط كبير في العملاء وفي ناس كتير في الفندق بيعمل ايه ساع ساعي ساعي المصعد ده بيقول لساعي الحقائب العميل في غرفه كام عشان ساعي الحقائب هو اللي عارف الغرفة في الدور كام ويقول للساعي المصعد في الغرفة كذا في الايه في الدور كذا والساعي ده مهمته الأساسية إن هو يعامل الضيف بوقار وأدب وطبعا بيلبي كافة متطلبات المكاتب الأمامية من غير ما من غير ما يطلب النزيل لإيه؟, لإيه؟, لايه ان هو مثلا عايز يروح الغرفه لا يبقى اول ما يوصل النزيل بوصله للمصعد ويوصل للايه للغرفه بتاعتي بعد كده دفاتر الاستعلامات عندي الاستعلامات فيها دفاتر كتير قوي والدفاتر دي طبعا كانت دفاتر في الاول كبيره كده وبنقعد نكتب فيها دلوقتي الدفاتر بقت على الايه على الكمبيوتر زي ما قلنا في الحلقات الاولى خالص ان طبعا ما نقدرش نستغني عن العنصر البشري بس الدفاتر ديت بتستهلك وكده بدانا نعمل ايه بدانا نضيف الكمبيوتر في. قسم الاستعلامات عشان موضوع الدفاتر كبيره وبنقعد نكتب وممكن الدفتر يتقطع وممكن يبقى عندنا الكمبيوتر ده اسرع حاجه لقسم الاستعلامات ان هو ايه ان هو يلبي طلبات الايه العميل بشكل ايه اسرع طبعا الكارت بتاع الاستعلامات كارت الاستعلامات ده بيبقى فيه ايه كارت الاستعلامات ده بيبقى فيه جميع بيانات النزيل وبيتكتب فيه اسم النزيل تاريخ الوصول وتاريخ المغادره والكروت دى كلها بتوضع فين في التابلو بتاع قسم الاستعلامات طبعا الكارت ده مهم قوى 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 ليه اول حاجه بيبقى فيه كافه البيانات بتاعت العميل اللي هو الاسم بتاع العميل جه امتى مشي امتى هيمشي امتى الوقت بتاعه ايه هي طلباته ممكن مثلا عايز يصحى الساعه كذا عايز ي... 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 مثلا صحوني يا جماعه الساعه كذا يرنوا عليه بالتليفون يصحى الساعه كذا عايز الفطار بتاعي يبقى في الغرفه هاكل مثلا وجبتين هاكل ثلاثه وهكذا يبقى جميع بيانات النزيل بتبقى موجوده فين في الكارت ده. بعد كده عندنا دفتر السفريات دفتر السفريات ده طبعا ده اهم دفتر في الاستعلامات ليه في كل بيانات العميل من اول ما دخل الفندق البيانات اللي احنا قلنا عليها في اول حلقه ايه هي البيانات دي اسم النزيل تاريخ المغادره ساعه المغادره الجهه المسافر اليها طبعا المينا اللي هو هيسافر منها او المطار اللي هيسافر منه والامتعه بتاعته وهكذا ليه انا بعرف المواعيد بتاعته دي ليه اللي هي المغادره عشان العميل بعد ما مشي وطبعا لازم اخد رقم التليفون بعد ما مشي انا لقيت في حاجه في الغرفه اتواصل معاه ازاي لو مش عارف هو رايح فين يبقى انا لازم اعرف الجهه اللي مسافر اليها والمعاد اللي هو هيمشي فيه طبعا الكلام ده بالذات في الاوقات اللي بيبقى فيها وقت ذروه وقت ناس كتير قوي ونزله كتير قوي موجودين في الفندق عشان طبعا البيانات بتاعتي ما تتلخبطش على بعض لازم يكون في ايه الدفتر ده وكل عميل بيبقى له صفحة خاصة بيه تمام كده بعد كده دفتر الأبجدي دفتر الأبجدي ده بيكتب فيه نفس البيانات يبقى البيانات دي كلها مكررة في كم دفتر عندي كده لحد دلوقتي ثلاث دفاتر بيكتب فيها اسم النزيل وتاريخ الوصول والمغادرة وحسب الترتيب الأبجدي يعني ايه الترتيب الأبجدي ده حرف أ و ب و وهكذا يبقى أنا أشوف اسم العميل إيه وبسرعة أجيب إيه الاسم بتاعه في الدفتر بتاعه بعرف ليه أول ما بيدخل العميل المغادرة أو هيقعد قد إيه ليه إيه السبب؟ لأن أنا بيبقى عندي مثلا أفواج جاية وعايزة أعرف. عدد الغرف بتاعتي قد ايه ايه هي الغرف اللي هتبقى شاغره في الوقت ده وايه هي الغرف اللي مش هتبقى شاغره ايه هو عدد الغرف بتاعتي عشان الاكل بتاعي المطبخ هيعمل حسابه على عدد الغرف وهكذا يبقى انا لازم اعرف الوقت اللي هيغادر فيه العميل عشان احدد عدد الغرف بتاعتي اللي موجوده فين في الفندق وايه هي المساحة بتاعتي بتاعة النزلة عندي عشان ايه؟ عشان اشتغل على البيانات دي بعد كده دفتر ايقاظ النزلاء دفتر ايقاظ النزلاء ده بيبقى فيه الميعاد بتاعي بيبقى نوع الفطار وساعة الفطار بتاعتي ووقت المغادرة بتاعتي ولازم العميل بيبقى بسلمه صورة وبسلم الاستعلامات صوره عشان ايه؟ عشان يعمل حسابه يعني مثلا على الفطار يبلغ الايه؟ يبلغ المطبخ لان قسم الاستعلامات هو اللي بيبلغ الإيه؟ جميع المرافق اللي موجوده في الفندق عشان ايه؟ عشان يعمل حسابه على النزيل ده يعمل حسابه على العدد ده يبقى انا لازم اعمل ايه؟ الطلبات بتاعتي بتاعت ساعه الايقاظ بتبقى ايه؟ موجودة في قسم الاستعلامات عشان أبلغ بيها جميع الأقسام اللي موجودة فين؟ في الفندق تمام؟ أهم حاجة في ساعة الإيقاظ ديت لو العميل مثلا جه متأخر، ساعة الإيقاظ دي بتتحط فين؟ على الأكرة بتاعة الباب من بره بتاعة العميل وقسم الإشراف الداخلي بيطلع بعد الفتره الليليه بيلم الايه بيلم الورق ده اللي هو اللي موجود على ايه على أكرة البيت أو على الباب من بره ليه؟ علشان ممكن مثلا العميل يبقى عايز يصحى بدري والفتره الليليه خلاص هتخلص اهيت والفتره الليليه بتسلم الفتره الصباحيه وعشان ايه الفترة الصباحية يعمل حسابه ان هو ايه يصحي العميل في الوقت ده ما يأخروش على معاده وما يأخروش على الايه الفطار بتاعه وهكذا عشان لو وراه مثلا مشاوير لو وراه حاجة ما ايه العميل ما يتضايقش ان الفندق ما بيلبيش الطلبات بتاعت الايه بتاعته بشكل ايه بشكل سريع بعد كده دفتر قيد المصارف المصاريف النثريه ايه المصاريف النثريه ديت المصاريف النثريه ديت ايه الحاجات اللي العميل عملها زياده عن الخدمات اللي موجوده في الفندق يعني ايه جميع العملاء اللي موجودين في الفندق بيبقى لهم خدمات محدده في الفندق تمام في عملاء بيبقى لهم حاجات اضافيه يعني عميل مثلا معاه عربيه بيجرشها في الجراش عميل معاه اولاده بينزل بسين عميل مثلا ايا كان الطلب بتاع العميل يبقى الطلبات اللي غير معتاده دي تسمى ايه مصاريف نثريه يبقى المصاريف النثريه ديت بتضاف على حساب العميل غير الحساب الاصلي بتاع الايه بتاع الفندق والخدمات اللي موجوده فين في الفندق. دفتر مخزن الحقائب ايه دفتر مخزن الحقائب ده دفتر مخزن الحقائب ده آه بيبقي موجود مثلا العميل مشي وبعد ما مشي آه الاشراف الداخلي وهو بينظف آه بي الاوضه لقي في آه مثلا آه شنطه آه زياده آه العميل شافهاش آه لقي العميل نسي حاجه في الغرفه. يبقى الدفتر ده بيتكتب فيه العميل ده مشي الساعه كام وكان اسمه ايه واسم الموظف والورديه بتاعته يبقى الدفتر ده مهم قوي لان عشان العميل لو رجع تاني وسال على الحاجات اللي تركها ديت بتبقى ايه يوم ولا اتنين ممكن الموظف يبقى مش موجود او ممكن يكون نسي من كتر الايه الشغل بتاعه بيعمل ايه الموظف بيفتح الدفتر ده ويشوف انت حضرتك مغادر الساعه كام ومغادر يوم ايه بيكتب بيشوف الـ الوقت بتاعه ويشوف ايه اللي هو سابه لان ممكن مثلا العميل يجي يقول ده انا نسيت شنطه فيها فلوس في المكان الفلاني وانا في الغرفه الفلانيه حضرتك انا في الوقت ده الاشراف الداخلي دخل وما لقاش حاجه يبقى كده ممكن العميل يعني ايه يعني بيبقى فيه ناس بتبقى عايزه تعمل شو كده عشان ياخدوا مثلا لقطه مثلا ولا حاجه او ينزلوا في الاسعار او يبقى كده الفندق ثبت حقه وثبت حق الايه العميل في ايه في الدفتر ده طبعا بيدون بيدون في الدفتر ده اسم النزيل ورقم الشنطة وتاريخ دخول المخزن اللي هو مثلا المبلغ اللي تم الحصول عليه أو مثلا ممكن دفتر الدفتر ده برضو لو مفيش خزنة في الفندق الدفتر ده بيبقى العميل معاه شنطة شنطة مهمة فيها فلوس أنا مش عايز أسيب الفلوس دي في الغرفة بعمل ايه باخد الشنطه دي وبنزلها قسم الاستعلامات وبقول له على ان انا مثلا هقعد كام يوم او هسيب الحقيبه دي كام يوم على اساس ان انا ايه ما سيبهاش في الغرفه وممكن تضيع او ممكن الحاجه بتاعتي تضيع يبقى يا اما العميل هيسيبها هو في غرفه الحقائب لو مفيش لو ما ايه لو مفيش خزنه هحط الحقيبه بتاعتي فيها او الخزنه بتاعه الفندق صغيره الحقيبه بتاعتي مش هتتحط في الخزنه يبقى انا بوديها فين لقسم الحقائب ده وبحط الايه الحقيبه بتاعتي وطبعا بيبقى ايه دي تعتبر مصاريف نسريه بعد كده عند مغادره النزيل لازم الايصال بتاع تسليم الحقيبه لازم يمضي عليه الايه الموظف واعمل ايه. وبسلمه الايصال بعد ما يدفع الفلوس بتاعته اللي هو ايه عشان حط الحقيبه بتاعته فين؟ في غرفه الايه؟ الحقائب يبقى انا اما باجي اسلم يعني انا قسم الاستعلامات اهو باجي اسلم الموع... بتاع النزيل الحقيبه بتاعته لازم اعمل ايه؟ الايصال بتاعي والمعاد بتاعي بتاعي اللي موجود فين؟ في الايصال على حسب الميعاد بتاعي والايصال بتاع المبلغ نظير ان انا حطيت الحقيبه بتاعتي فين في آه الخزنه او في آه مكان الحقائب او خزائن الحقائب قائمه اسماء النزلاء ايه قائمه اسماء النزلاء ديت؟ قائمه اسماء النزلاء بتبقى آه بتبدا من الساعه 12 بعد منتصف الليل لازم القايمه دي. بتبقى موجوده عند قسم الايه؟ قسم الاستعلامات ليه؟ عشان طبعا الورديه بتاع منتصف الليل هتسلم ايه؟ الورديه الصباحيه لو النزيل ده هيغادر في نفس اليوم ده هيكتب ايه قدامه؟ مغادره والمغادره بتاعته بتبقى ايه؟ بتبقى قبل الساعه 12 الظهر. يبقى طبعا اسماء النزلة ديت لازم قسم الاستعلامات يبقى حريص جدا ان هو يعرف الميعاد بتاع مغادرة الايه العميل ولازم تكتب كشوف بشكل مستمر وبشكل يومي للايه للغرف الشاغره والغرف الايه الغير شاغره عشان لو افواج جايه بالليل او هتيجي الصبح او متصله بالتليفون ان في غرف مثلا موجوده يبقى قسم الاستعلامات عنده ايه خبر ان في الغرف الفلانيه هتبقى موجوده وفي الغرف الفلانيه النزيل هيمشي وهكذا يبقى لازم قائمه اسماء النزلاء ديت بشكل مستمر يوميا فين في منتصف الليل عشان لو في غرف هتفضي تاني يوم الايه تاني يوم الصبح يبقى الورديه الصباحيه عنده ايه عنده فكره عن الغرف اللي ايه هتفضي في اليوم ده بعد كده المجموعات والمجموعات المنفصله طبعا دول بيبقوا لهم قوايم مخصوصه موجوده عند مدير الفندق وموجوده عند الاستعلامات لأن الأفواج دول أو المجموعات دول بيبقى لهم معامله خاصه شويه ليه؟ لأن الأفواج أو المجموعات مش بياخدوا غرفه أو اتنين أو جناح أو كذا، لأ المجموعات بياخدوا ممكن ياخدوا عشر غرف على حسب الإيه المجموعه فيها قد إيه والمجموعه هتاخد كام غرفه وهتقعد كام ليله يبقى لازم المدير عنده إيه عنده خلفيه عن أسماء المجموعة والعدد الليالي وهكذا بعد كده إدارة المبيعات عندنا بقى إدارة المبيعات اللي موجودة فين؟ في الفندق إدارة المبيعات دي لها بعض الأسس إيه هي الأسس بتاعت إدارة المبيعات؟ أول حاجة بعرف السوق، بدرس السوق بشوف أحواله الأسعار عاملة إزاي؟ في ايه راكد في السوق وهكذا معرفة المنافسين فين في الفنادق الايه الاخرى ليه لان المنافسة دي بتجيلي في المواسم بالذات في مواسم الذروة بيبقى في فنادق بتقدم خدمات حلوة قوي على مستوى عالي قوي بيبقى الايه الفندق فيه نسبة نسبه زوار كتير قوي لدرجه ان هم يعني بيطلبوا من الافواج ان هم مثلا يجوا مثلا في وقت تاني او ياجلوا الميعاد بتاعهم ليه عشان المنافسين اهم حاجه في المنافسه دقه الخدمات دقه الخدمات دقه الخدمات دي بتيجي من السوق انا دلوقتي بعمل مثلا اكل في المطبخ الاكل بتاعي انا بجيب حاجات مش مش حلوه قوي الاكل بتاعي مش مش على القدر الكافي الضيوف ما بيجوليش على اساس ان انا ما بعرفش اكل في الفندق انا بدفع فلوس الاكل بس ما بعرفش اكل الاكل مش حلو يبقى انا بشوف فندق تاني بشوف الخدمات المنافسين بتاعت الفنادق التانيه واحسن من مستوى الفندق بتاعي عشان الايه عشان إيه؟ الضيوف بتاعي بتوعي ايه يبقوا إيه بصفه مستمره موجودين عندي بشوف ايه حالات القصور اللي عندي في الفندق تمام يبقى السوق دراسه السوق وايه مواسم الذروه وايه مواسم الكساد والفنادق المنافسه ده مهم قوي 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 عندي بعد كده نوعيه الخدمات والاسعار ايه هى الخدمات فى المنافسين واسعارها ايه طب ما انا ممكن اقدم نفس الخدمه اللى الفندق التانى بيقدمها بس باسعار ايه اعلى يبقى هما بيروحوا للفندق التانى عشان الاسعار بتاعتهم اقل ونفس الخدمه اللى هما بيقدموها تمام الخدمات الاكثر طلبا للنزلاء الخدمات الاكثر طلبا اللي هو ايه النزيل بيطلب ايه عشان الفندق يلبيه بعرف ايه هي الخدمات اللي النزيل عايزها عشان ايه البيها له عشان النزيل ما يزهقش ويقول ايه لا ده الفندق ده ما الحاجه اللي انا عايزها لا ده انا اروح في الفندق التاني وهكذا دي بتيجي منين من دراسه السوق والنزلاء عايزين ايه والفنادق التانية بتلبنهم ايه؟ وهكذا يبقى كله مرتبط ببعضه كل الأسس مرتبطة بإيه؟ ببعضها ده كله ليه؟ عشان أعمل الهدف بتاعي الأسمى اللي هو تحقيق ربح أعلى وخدمة العميل بشكل أفضل بعد كده ارتباط المبيعات بالتسويق طبعا المبيعات بتاعتي في الفندق اللي هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن الخدمات المقدمة للعميل والعميل بإيه؟ بي بيطلبها زي مثلا العميل عندي في الفندق طلب إن هو يدخل آه عايز يعمل ايه؟ عايز يعمل حفلة في الفندق، الحفلة دي مفيش إمكانيات عندي في الفندق عشان أقيم الحفلة دي بحاول إن أنا لبي طلبات العميل بشكل أفضل فين؟ في الفندق بتاعي عشان ايه عشان ارض العميل واحقق نسبة مبيعات عالية لان العميل لو ملقاش الطلبات بتاعته ولا المبيعات بتاعته اللي موجودة اللي هو طالبها موجودة عندي هيروح فين في الفندق المنافس تمام بعد كده الابتكار والتجديد الابتكار والتجديد ده بشكل مستمر فين في الخدمات المقدمة كلها اللي في الفندق الاتصال بشركات التي تتعامل مع الفندق من قبل يعني ايه؟ يعني انا عندي الفندق مثلا بيشتغل بيتصل بشركات السياحه وبيعمل وبي العميل لو, لو عايز مثلا تذاكر تذاكر سفر او ايا كان الطلب بتاع العميل من شركات السياحه بطلب من الشركات اللي انا بتعامل معاها. قبل كده عشان بيعملوا لي خصومات بمثلا شركه السياحه دي لو عندها افواج بتجيب لي الافواج وهكذا يبقى الاتصال بيعمل ايه؟ فعل ورد فعل ان هم بيجيبوا لي عملاء وانا في نفس الوقت ايه؟ بجيب لهم ايه؟ عملاء اقامه المعارض للشركات العالميه طبعا المعارض ديت من ضمن الايه؟ اساليب التسويق. واساليب المبيعات اساليب التسويق واساليب المبيعات والترويج دي اهم حاجه فيها اللي هي ايه اقامه الايه المعارض بتاعتي لان اقامه المعارض بتبين لي الحاجه اللي انا بعرضها قدام الزبون يعني انا عندي معرض بدي العميل الحاجه قدام عينه وبيشوفها قدام عينه يبقى الخدمه ايه ما بيشوفهاش في صور بقى لا ده الصور دي مفبركه لا ده جايه من المكان لا المعرض بيديني الخدمه قدامي بشوفها قدامي خلاص قسم التسويق والمبيعات عندنا طرق ووسائل ليها الاتصال المباشر بالعميل ايه هو الاتصال المباشر بالعميل الاتصال المباشر بالعميل ان انا اه تمام يا فندم اه ان انا بتصل بال بالفندق ده. واقول له مثلا انا عندي خدمات كذا وكذا وكذا والشركه بتقدم لحضرتك كذا وكذا يبقى الفندق بايه بيشوف الشركه دي عامله مثلا العروض بتاعتها كويسه الاسعار بتاعتها كويسه وهكذا يبقى ده بتبقى يعني يعني اساس من اسس التسويق بتاعت الايه الشركات العالميه. بيبقى الاتصال المباشر بالفنادق او الاتصال المباشر بالعملاء بيبقى ايه اه شكل كبير قوي بالمبيعات ده بيحقق نسبه مبيعات عاليه قوي لان الاتصال المباشر ما بيبقاش فيه وسيط ما بين العميل والشركه اللي بت... اللي بتعمل المبيعات ديت بتاخد نسبه بقى ولا وال... يبقى انا بتصل بشكل ايه مباشر بالفندق والفندق بيقول لي ايه هو الخدمات اللي هو عايزها اللي هو الايه بناء على طلب الايه العميل بعد كده البريد المباشر البريد المباشر ممكن يبقى عن طريق مثلا الفيسبوك او الانستجرام او ايا كان طريق الايه البريد الايه المباشر بتاعي البيع الداخلي بعد كده البيع الداخلي البيع الداخلي ده ان انا مثلا الفندق نفسه عامل عنده حاجات مثلا خدمات بيوفرها في مثلا حفله انا بقدم فيها مشروبات بقدم فيها مثلا مأكولات البيع الداخلي ده بيبقى من داخل الايه الفندق نفسه. ان الفندق هو اللي بيعمل الحاجات دي وبيسوقها داخل الايه الفندق للعميل ما بيجيبش حاجه من بره وما ما بيطلبش حاجه من اي شركه والعميل بياخد الايه الخدمه داخل الايه داخل الفندق الاعلان في الصحف والمجلات طبعا انا من ضمن وسائل التسويق بتاعتي او البيع بتاعتي ان انا بعمل اعلان في الجرايد او بعمل آه صحف او بعمل مجلات صغيره كده بكتب فيها الحاجات بتاعتي وبكتب فيها الاسعار عشان ايه العميل يعرف ايه هو شكل الحاجه يعني مثلا عندي آه حاجه في في الفندق العميل ما شافهاش قبل كده ما يعرفش عنها آه حاجه مثلا عميل اجنبي ما يعرفش ايه هي الخدمات دي بالشكل المصري يعني بعمل ايه بعمل كتالوج صغير وشكل الخدمه بتاعتي والسعر بتاعي وبقدمها لمين للعميل عشان يعرف عنها الايه عنها خلفيه طبعا الراديو والتلفزيون طبعا التلفزيون بيبقى فيه برضو اعلانات وحاجات من التسويق ده مهم قوي برده وحملات الترويج بتاعتي حملات الترويج بتاعتي برده فيها اشكال كتير قوي اللي هي المعارض و الاعلانات الملونه والاعلانات الضوئيه وهكذا التسويق عن طريق شبكات السياحه طبعا الفندق اما بيبقى عنده خدمات بيسوق ازاي عن طريق شركه السياحه ان هو بيعرض خدماته لشركات السياحه دي وبيقوله له آه بيقول لشركات السياحه دي ايه هي الخدمات اللي انا هقدمها في الفندق بيعمل ايه بيقولي مثلا الخدمه دي عندي في الفندق السعر الفلاني عندي في الفندق وهكذا شركه السياحه بتسوق الخدمات ديت للايه للفندق عن طريق الايه عن طريق الشركه بتاعته وده طبعا بيجي بنسبه شركات السياحه بتاخد نسبه على العملاء اللي هو بي ايه اللي بي بيصدرها للفندق والخدمات اللي بيقدمها للايه للفندق العلاقات العامه وعمل اتصال مع صانع القرار مين صانع القرار في الفندق صانع القرار في الفندق اللي هو الايه المدير والقائم على قسم المبيعات. ده بيعمل لي ايه بالذات قسم الاستعلامات بيبقى ده علاقه ما بين قسم الاستعلامات والمدير والعميل العلاقه دي بتؤدي الى معرفه الخدمات المقدمه للايه للعميل وفي نفس الوقت بعمل ايه بقدمها للعميل بشكل ايه احسن وبشكل اوفر وطبعا دي بتحقق لي نسبة مبيعات عالية يبقى العلاقة ما بين جميع جهات الاتصال اللي هو المدير بتاع الفندق وقسم الاستعلامات والضيف ده بيعمل لي ايه اتصال مباشر ما بين التلاتة طبعا وجميع القائمين على العمل في الفندق دول مهمين قوي ليه لان هم هيقدموا الايه هيقدموا الخدمات يبقى دول مهمتهم ان هم يقدموا الخدمات للعميل بشكل ايه اوفر وبشكل احسن وايه في وقت صغير واسرع المسؤولين بقى عن قسم المبيعات دول مسؤولياتهم ايه مسؤولياتهم اول حاجه بيخططوا ازاي يتصلوا ما بين شركات السياحه والعميل ازاي انا لما بخطط لاتصال ما بين شركات السياحه والفندق ده عن طريق الاتصال المباشر ما بين الايه ما بين شركات السياحه وفين والفندق الاجراءات اعمل ايه في الاجراءات يعني ايه الاجراءات بشوف ايه هي الاسعار بتاعتي بشوف مثلا المؤتمرات بتاعتي اسعارها ايه الحفلات بتاعتي أسعارها إيه عدد النزلة الحجز بتاعهم حسب وطبعا الحجز بيبقى على حسب نسبة الإيه؟ الإشغال اللي موجودة فين عندي في الفندق طبعا في حاجة مهمة قوي للعميل داخل الفندق أثناء الإقامة في حاجة اسمها التأمين التأمين على حياة النزيل التأمين ده بيبقى فيه جزء من المبلغ اللي مدفوع اللي النزيل بيدفعه جزء تأميني جهات الأمن اللي موجودة في الفندق دول أهم حاجة عنده إن هو إيه؟ إن هو أمان داخل الإيه؟ داخل الفندق والعمولات المختلفة اللي بيدفعها والغرف المجانية للشركات يبقى الحاجات دي كلها مرتبطة ببعض ليه؟ لأن دي إجراءات بيقوم بيها جميع الموجودين المسؤولين عن قسم المبيعات فين في الفندق طبعا البحث ده بيعملوا بحث عن نسبة الإشغال اللي موجودة في الفندق عن الحجرات عن الغرف عن المؤتمرات عن الحفلات عن إيه هي الخدمات المقدمة للإيه للنزلة وإيه هي الحاجات المتطلبة للعميل عشان إيه عشان العميل يرضى عن الفندق وعن الخدمات المقدمه ليه؟ للفندق يبقى انا عندي اهم حاجه عندي في الفندق قسم الاستقبال بيعمل ايه صله مباشره ما بين العميل وقسم المبيعات وقسم الايه والاداره اللي موجوده فين في الفندق يبقى انا اهم حاجه عندي في الفندق وطبعا الفندق كله مهم جدا بالعاملين اللي فيه بس مهم قوي قسم الاستعلامات عشان هو اللي بيعمل صله ما بين ده كله ما بين العميل وما بين اداره الفندق والعمال اللي هما ايه بيقدموا خدمات للايه للعميل داخل الايه داخل الفندق يبقى النهارده عرفنا قسم الاستعلامات ده وايه هو قسم الاستعلامات وايه هي الخدمات المقدمه في قسم الاستعلامات و النهارده ان شاء الله يعني اكون عند حسن ظن ظنكم وان انتم تكونوا فهمتوا الدرس المهم قوي 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 ده عشان الدراسه بعد كده وفي الاقسام اللي بعد كده طبعا الحاجات دي مهمه في الاقسام كلها واشوفكم في الحلقه القادمه ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته